في هذا التوقيت. دقائق بسيطة يشارك فيها، يسجل أولا ويفعلها ثانيا. الله، إنه لا يخطئ أهدافه أبدا، إنه متروفيتش. وهل أتيت لأمر غير ذلك يا مترو؟ هذا ما تجيده فقط، هذا ما تعرفه فقط، هذا ما تفعله فقط، هذا ما تجعلهم يحتفلون به ليس فقط. استمع إلى احتفالهم مع المترو. 3-0، الهلال في الدور القادم من علامات الجزاء بالقوة والدقة أيضا من اللقطة الماضية. ثلاثية نظيفة وثنائية للمترو بعد مشاركته، لكن المخرج خليك من البلنتي، ارجع للمرتدة، ارجع للمرتدة وصناعة الكرة أجمل بكثير وأحلى بكثير. متروفيتش يحتفل ويسجل كل